ليه بقى؟ يعني دي اللي ايه؟ حللني فيها الدنيا. ده رقم واحد. رقم اتنين، قريت امبارح في الاخبار ان بيقول ان يوم الاربع اللي هو بكره هيبقى يوم عواصف ومطر والدنيا هتبقى مش حلوه خالص. فقعدت افكر كده بيني وبين نفسي وانا جاي في العربيه. نيجي بكره ما نجيش، نيجي بكره ما نجيش. فقلت خلاص احنا مش هنعمل حاجه كده بكره. خلاص ركزوا بقى معايا عشان ده كلام مهم. احنا مش هنعمل حاجه كده بكره. وهو اصلا النهارده ده اخر مره هنتقابل قبل اجازه نص السنه. ما هو الاثنين الجاي ده اخر يوم. فالثلاث والاربع هيبقى اجازه نص السنه. بجد؟ مش صح كده؟ لا عندنا محاضرات عادي. عندنا ايوه انتوا عندكم محاضرات الثلاث والاربع؟ خميس كمان. وخميس كمان؟ يعني احنا ممكن نيجي الثلاث والاربع جايين؟ اه. طب خلاص خير وبركه حلو قوي. انا كنت فاكر الثلاث والاربع ده اجازه. طب زي الفل ماشي خلاص. فبكره خلصت الاجازه. لكن برضو انا كده لو كده باجي بدري، اصل انا جاي وجاي انا خلاص. فهنخلي بكره اليوم مفتوح. يعني ايه اليوم مفتوح؟ مش هنا بقى في المضارع عشان ما نجيبش بس سماح بدري. انا هبقى موجود في الكليه في القسم خلاص، بس من 8 الصبح. انا هاجي من بدري، هاجي من 7 عادي، بس انا قاعد في العربيه. اللي عايز يجي يسالني في العربيه ماشي، بس هبقى موجود في القسم الساعه 8 الصبح. اللي عايز حاجه عنده ساعه من 8 ل 9، بعد 9 هبقى مشغول تمام. فاللي عايز اي حاجه يجي يسال يتشرح، انا معاك فيه تمام. نكتب النهارده حضرتك عندك حاجه من 8 لل من 8 ل 9 ونص النهارده؟ لا يعني هتسيبني نص ساعه بعد ما اخلص، يعني مثلا من 8 ل 8 ونص. تمام. وبعد كده من 8 ونص ل 9 ونص فاضي. ماشي تمام. خلاص تمام؟ طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اللايبوليسيس وهنعمل الاوكسيديشن اوف فاتي اسيدز وهنعمل مراجعه كاملة بقى على الميتابوليزم كده بالراحة. وعايزكم تعملوها معايا في البيت في الويك اند اللي ده خلاص. ودي مهمة جدا 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 جدا. ليه بقى؟ اللي هيعمل الكلام ده كويس في الويك اند ان شاء الله باذن الله هيبقى الدرس بتاع الدايبيتس ميليتس اللي هيتشرح في اول الاسبوع اللي جاي هيبقى بالنسبة له درس سهل جدا ما فيهوش أي حاجة أصلا خلاص، لأنه فاهم ميتابوليزم كويس. ولو انت فاهم الميتابوليزم كويس هيبقى بالنسبه لك الدايبيتس ده ميه. انت فاهم اللي بيحصل ايه من غير ما تذاكر حتى. خلاص؟ وده كمان هيساعدنا ان احنا ان شاء الله نخش على اجازه نص السنه كده واحنا ايه؟ مطمنين سنه صغيره. خلاص؟ مش كتير. تمام؟ نركز بقى ونصحصح. بالمناسبه محاضره اللايت بروتين اللي هي من 9 ونص ل 11 دي تكاد تكون اهم محاضره في البايو كلها. أهم محاضرة في البايو كلها. ليه؟ لسببين. السبب الأولاني إنها فعلا مهمة. السبب الثاني إنها هتفهمنا حاجات كتير سواء في الليبيدز أو في الدايابيتس، ده المهم. خلاص؟ فدي بقى محتاجة إن شاء الله كل اللي حاضرين أو كل اللي هيسمعوني خلاص؟ إن محاضرة اللايت بروتين دي مهمة جدا 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 جدا. تالت حاجة وتالت سبب عشان طريق مذاكره اللايت بروتين من انزل الحاجات في المذاكره تمام. وان شاء الله باذن الله بعد ما نعملها هيبقى من اسهل الحاجات في المذاكره. فمحتاج بقى ايه الناس اللي ان شاء الله هتحضر تبقى مركزه، يعني تفطر بقى ونسكافيه وحاجات كتير كده عشان ايه تبقى مصحصحه معايا خلاص. والحمد لله انها جت بدري، يعني دي لو جت متاخر ما اعرفش هتعمل ايه تمام. يلا نبدا. لايبوليسيس خلاص. يعني ايه لايبوليسيس؟ يعني تكسير الليبيدز. اي باث واي ممنوع السرحان بقى ونركز شويه. اي باث واي بناخده بنمشي على نفس التيمه بتاعتنا. سايت اللايبوليسيس بيحصل فين؟ فاكيد في السيلز اللي بتعمل الليبيدز خلاص. مين الليبر والاديبوز تيشو. وممكن يحصل في اي سيل فيها ليبيد ممكن يحصل فيها لايبوليسيس، بس ده مينلي ليبر والاديبوز تيشو. بيحصل في سيتوزول ولا ما تكون؟ لايبوليسيس سيتوزوليك. يبقى سيتوزوليك مهم جدا بقى. واحنا بنراجع لازم هتقسم الباثويز السيتوزوليك لوحدهم والميتوكوندريا لوحدهم خلاص. ودي اول تقسيم هنعملها. ما في كذا تقسيم واحنا ماشيين. يبقى السيتوزوليك لوحدهم والميتوكوندريا لوحدهم. طب ما تيجي نجرب. يلا نجرب من اول خالص.
مين السيتوزوليك باثويز؟ ايه الباثويز اللي احنا خدناهم؟ كريبس سايكل؟ لا ما تديش الليبوليسيس، ما دي سهله هتيجي بالترتيب عشان يبقى فاهم. اول حاجه كريبس سايكل سيتوزوليك وميتوكوندريال برضه بايروبيتي هيدروجينيز ما تنساهوش، ده هنحط الباثويز من جوه الباثويز خلاص. بايروبيتي هيدروجينيز ميتوكوندريال برضه. جلايكوليسيس سيتوزوليك معانا. اتش ام بي ما ننساهاش، اتش ام بي سيتوزوليك معانا. يورونيك اسيد باثوي اي نعم احنا مولوش كبير بس برضه نحطه معانا سيتوزوليك. جلايكوجين سينثيسيس سيتوزوليك ها سيتوزوليك معانا. جلايكوجينوليسيس ما طالما سينثيسيس سيتوزوليك يبقى سيتوزوليك تمام. ليبيد سينثيسيس سيتوزوليك خلاص اللي هي ايه الفاتي اسيدز سيتوزوليك خلاص. بالتريك سيتوزوليك بكل الليبيد سينثيسيس ده سيتوزوليك خلاص. لايبوليسيس سيتوزوليك بيتا اوكسيديشن لسه ما خدناهوش بس يعني ميتوكوندريا خلاص. اتش ام جي كوينا بيتيز اللي هو الكوليسترول سينثيسيس سيتوزوليك خلاص. يبقى كل الباثويز سيتوزوليك ما عدا ثلاثه باثويز اللي هما كريبس سايكل البايروبيتي هيدروجينيز البيتا اوكسيديشن كله سيتوزوليك ما عدا الثلاثه دول هما اللي ايه الميتوكوندريا تمام. وضحت؟ ودي تقسيمه مهمه جدا لازم تبقى في دماغك خلاص. يبقى كده نقطه السايت اتحلت الحمد لله. كي انزايم ايه الكي انزايم بتاع الليبوليسيس؟ هرمون سنسيتيف لايبيز. ايه الكي انزايم بتاع الليبوليسيس؟ هرمون سنسيتيف لايبيز. في كام لايبيز خدناهم في المنهج؟ ثلاثة ولا اثنين ولا واحد؟ ثلاثة. أول واحد بانكرياتيك لايبيز. بانكرياتيك لايبيز ده دايجستيف انزايم ملوش أي هرمون ولا له أي حاجة تمام. ونفتكر عنه كلمتين إن هو كان بيعمل استرفيكيشن عند 1 و 3 سوري هيدروليسيس عند 1 و 3 ومحتاج معاه كولايبيز خلاص. التاني لايبوبروتين لايبيز. لايبوبروتين لايبيز وده لسه ما خدناهوش هناخده إن شاء الله في محاضرة النهاردة خلاص. خدنا منه شويه معلومات هنكملها بقى هنكمل الباراجراف بتاع النهارده بس في معلومه احنا عارفينها. اللايبوبروتين لايبيز بيتاثر بالهرمونز ولا لا؟ ايوه بالانسولين. ايوه هو مش بالهرمونز هو بالهرمون هو هرمون واحد بيأثر فيه انسولين بيعمل له اكتيفيشن ولا بيزود السنس؟ بيزود السنس تمام. التالت ده هرمون سنسيتيف لايبيز خلاص ده بقى بيتاثر بالانسولين ولا انت انسولين خلاص. ودي برضو حاجه لازم تكون موجوده في المعده تمام. شو في لينجوال والجاستريك ماشي وده احنا عملت لها فمش هنقوله بقى خلاص اوكي. خلاص تمام. ريجيليشن ستيبس مش علينا يعني مفيش حاجه في اللايبيز هو اللايبيز خلاص بيرضوا ريجيليشن سهل. هرمونال اولا ده هيمشي سكه الانسولين ولا انتي انسولين؟ انتي انسولين. يبقى الاكتيف فورم بتاع فوسفوليتد ودي فوسفوليتد؟ فوسفوليتد. فوسفوليتد الحمد لله رب العالمين. الاستيريك هو كلمه واحده في فاتي اسيد هتعمل لهم انهبيشن طبعا طول ما يعمل فاتي اسيد كتير فبيعمل انهبيشن لايبوز بس بس تمام؟ طيب كده اللايبوليسيس خلص. اللايبوليسيس خلص قبل ما نذاكره اصلا. خلص بايه؟ بالقواعد. عارفينها بقت سهله. ناقص كلمه واحده بس وهي مش مهمه اصلا. واحنا بنذاكر ريجيليشن يا ولاد شايفين كلمه جلوكوكورتيكويدز دي؟ ان هو بيأكتيفيت الانكتيف لايبيز لوحده، يعني هو هنا حاطين ايه؟ معلش الإبنفرين والجلوكاجون جروس هرمون وثايرويد هرمون الاثنين انتي انسولين فبيأكتيفيت بروتين كينيز دي ودي احنا فاهمينها خلاص. ليه جلوكوكورتيكويد فصلنا لوحدها؟ خلاص بالنسبه لنا كواحد يعني بيدرس في سنه اولى ولا ليها اي لازمه احطهم كلهم انتي انسولين خلاص. خلاص يبقى مش دي البوينت اللي هتضايقني في المذاكره. فاهمين النقطه دي؟ انا عندي قاعده ماشي عليها فمش دي الحاجه اللي انا اقول وانا بذاكر ياه نسيت الجلوكوكورتيكويد كان بيأكتيفيت ده. لا لا عادي هو دي اكتيفيتو غلط تمام.
عشان تبقى طلعت عنه. اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ اسمه ان انا بلم لك الدنيا وبختصر لك الدنيا بحيث يبقى عندك اقل كميه من المذاكره تديك اعلى نتائج. وهو ده الكي بوينت بتاع مذاكرتنا في الطب عموما وفي البايوكيمستري خصوصا. خلاص؟ احنا كليتنا فيها مذاكره كتير جدا فوق الطاقه البشريه. خلاص؟ واكتر من كده لما تبقى دكتور المفروض يبقى في دماغك كتب كبيره قد كده كلها. كل ما هتبقى سيستمايز وكل ما هتحاول تحط القواعد عامه تمشي عليها كل ما هتقلل الكباسيتي بتاعت المذاكره، فبالتالي هتحسن البرفورمانس بتاعك. هتحسن ايه؟ البرفورمانس. مهما كان مخك يقدر يستوعب، في ناس بتستوعب حاجات كبيره، خلاص؟ خلاص مش مهم، اختصر برضه عشان تسيب مساحه كبيره يمكن تغزل فيها حاجه ثانيه تنفعك. خلاص؟ فهو ده البوينت بتاعي. دايما دايما طول سنين الطب في كل حاجه حاول دايما تلاقي قاعده عامه تمشي عليها. وفي القاعده دي تحط كل الحاجات عشان تبقى ايه؟ رتبتهم وصغرت الكباسيتي اللي بتستهلكه سواء ميموري او مذاكره وتفكير. وتسيب الحته الكبيره تفكر بيها، تحفظ بيها حاجه ثانيه، تساعد نفسك باي حاجه. واضحه؟ اتفهمت النقطه دي؟ تمام؟ وبلاش بلاش تضيق صدرك. بلاش تضيق صدرك، يعني بلاش ايه؟ تمسك في الحته الصغيره وهي دي اللي تبقى همك الشاغل، لا. خلي همك الشاغل هو القواعد. الحاجات الصغيره جت ما جاتش في 60,000 ده. واضحه؟ مفهومه دي؟ دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. دايما تخلي مجهودك يدي اعلى بيرفورمانس ممكن. مجهود صغير يدي اعلى نتيجه. هي ده النجاح، هو ده السكسس بتاعك، خلاص؟ واوعى دايما تخلي مجهودك رايح في سكه ثانيه، طب اعرف منين السكه الصح من الغلط؟ خليك دايما اورينتد بقواعد، اورينتد بسيستمايز، اورينتد بالامتحان، يعني بعد ما تخلص مذاكره هتحل اسئله، الاسئله اللي بتحلها دي سواء بقى في اي كتاب اسئله في امتحانات قديمه ولا حاجه هي اللي هتقول لك ايه المهم وايه اللي مش مهم. تمام؟ لو في دكتور بيشرح لك بيقول لك المهم اوكي طبعا تمام؟ فرضنا مش موجود هذا البني ادم مفيش مشكله هنحاول باللي موجود نطلع باي حاجه. تمام كده الليبولسس الحمد لله خلص واحنا ما عملناش حاجه. ده كله قواعد، يعني الليبولسس ده فعلا مثال لحاجه ماشيين عليها قواعد خلصت خلاص. فاتي اسيد اوكسيديشن لا سوري دي كويس. هبص بقى الليبولسس كلها ايه؟ قواعد. اهي دي حاجه جديده ودي هسال سؤال ام سي كيو مهم. ايه الاذر فاكتورز اللي بتاثر في الليبولسس؟ كافيين بيزود، بروستاجلاندين ونيكوتينيك اسيد بيقل. خلاص؟ تمام؟ كافيين بيزود الليبولسس والبروستاجلاندين ونيكوتينيك اسيد يعمل ايه؟ بيقلل الليبولسس. اهي دي بقى لو انا شاطر وانا بكتب الريجليشن اروح كاتب تحت خالص ان الكافيين انكريز لايبولس نيكوتينيك اسيد وبروستاجلاندين ديكريز لايبولس. اهو ده بقى بالنسبه لنا كواحد حاطط قواعد درس اللايبولسس دي الحاجه الوحيده لازم تتفهم. فبالتالي مهما تجيلي في الام سي كيو هفضل فاكرها. واحد تاني مش حاطط قواعد هيبقى تعب مخه عمال ما وصل للحته دي مش هيفتكرها اصلا. مفهوم النقطه دي؟ خلاص؟ زي ما حد جه قال لي امبارح لا مش انت لا هو ان دكتور انا عندي مشكله في الالستريك ريليتس الدنيا بس بقيت حاجات تمام بس الالستريك دي بتلخبطني. اهو ده واحد ماشي بسيستم ليه؟ لانه لو ما كانش ماشي بسيستم كان قال لي كل المنهج الحب. فاحنا وصلنا ان بقت المشكله فين؟ في الالستريك بس. يعني انت كل المنهج لما معاه حته الالستريك وده حاجه كويسه. هيجي لانه كميه قليله. بدل ما كان المنهج كله بيلخبط بقى في حته صغيره بتلخبط فدي هتتلم. وضحت؟ تمام؟ نيجي للدايجرام ده. الدايجرام ده يا ولاد ليه للفهم ده؟ ليه؟ للفهم. وده الدايجرام اللي انا كنت كل مره بقعد احكي فيه. خلاص؟ اللي هو الميتابوليزم ماشي ازاي في الجسم. مع حضرتك ده في الكتاب يعني عارف مش الرسم بس مش عارف اكبرها خلاص؟
هنا جوه السيل وهنا بره السيل. لما بيطلع الانسولين بياكتيفيت ايه؟ جلوت 4 يسحب ايه؟ الجلوكوز ياكتيفيت الجلايكوليسيس يطلع جلوكوز 6 فوسفيت ويطلع دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت خلاص؟ ويطلع فاتي اسيد لانه هيعمل ايه؟ لايبو جينيسيس خلاص؟ طيب مفيش انسولين يبتدي يحصل لايبوليسيس يطلع لي الجلسترول الفري فاتي اسيد يروح للتيشوز والفري فاتي اسيد يتحرك والجلسترول اكيد هيروح للليفر خلاص. الحاجه الزياده الوحيده ان الانسولين كمان بياكتيفيت اللايبوبروتين لايبيز فيطلع فري فاتي اسيد. في بقى نقطه مهمه. طيب يا دكتور دلوقتي انا اكلت فالانسولين طلع عمل دايجيشن لايبوبروتين لايبيز طلع لي فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد هتروح فين؟ التيشوز. هتقول لي ايه؟ طب يا دكتور ما في فري فاتي اسيد لما تروح التيشوز المفروض ان البيتا اوكسيديشن انهبيتد خلاص زي ما هنشوف بعد شويه. طيب البيتا اوكسيديشن انهبيتد طب انا بعمل ايه بالفري فاتي اسيد؟ هتفهم معايا؟ من الاول انا اكلت انسولين طلع عمل لي دايجيشن لايك بروتينز طلع لي فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد هتخش جوه السيلز المفروض يحصل لها ايه؟ بيتا اوكسيديشن. والبيتا اوكسيديشن ده مش هيحصل في وجود الانسولين. طيب الفري فاتي اسيد هيحصل لها ايه؟ بالظبط هيحصل لها لايبوجينيسيس. هم احنا قلنا ايه؟ استرفيكيشن مع الجليسرول عشان تعمل ليبيدز خلاص. وهي ده السايكل ماشيه كده. اكلت في انسولين هيحصل لايبوجينيسيس. طب ما اكلتش لايبوليسيس هيحصل. ركزوا بقى معايا. والفري فاتي اسيدز هتطلع من السيل مش من اللايبوبروتين. فالفري فاتي اسيد لما تطلع من هنا خلاص تروح بقى لسيل ثانيه او في نفس السيل يحصل لها ايه؟ بيتا اوكسيديشن خلاص. اتفهمت النقطه دي ولا ما اتفهمتش؟ واضحه؟ تمام؟ لا دكتور ماشي قاعدها تاني. انا صاري فمين عندي موجود؟ عندي انتيجن هيعمل ايه في الهرمون سنسر لايبيز؟ هيخليه في الفوسفوريليتد فول فبالتالي هيعمل له ايه؟ اكتيفيشن. لما يحصل له اكتيفيشن هيعمل لايبوليسيس هيطلع لي مين؟ فري فاتي اسيد جوه السيل. لو السيل دي عايزه انرجي الفري فاتي اسيد هتروح داخله جوه الميتوكوندريا ويحصل لها بيتا اوكسيديشن. طب مش عايزه انرجي هترميها في البلاد تروح لسيل ثانيه عايزه انرجي. تمام؟ يبقى هو برضه يا ولاد ما ينفعش ناخد قطعه من النص ونقول ازاي الانسولين بيعمل دايجيشن لايك بروتين لايبيز طلع فري فاتي اسيد اذا كان هو بيعمل انهبيشن للبيتا اوكسيديشن. ايوه ما هو هيعمل لها لايبوجينيسيس. مفهوم النقطه دي ولا لا؟ خلاص؟ طب لو مفيش انسولين مش هيحصل دايجيشن لايك بروتين لايبيز بس هيحصل لايبوليسيس في حته ثانيه. فاللي بقوله ده بقى مهم في ايه؟ زي ما قلت لك هي بازل لازم تبقى فاهمها على بعضها عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ما ينفعش تاخد حته من النص وعايز تفهمها دي لوحدها مش هتنفع. انت لازم تكون فاهمها من اولها لاخرها خلاص. وده اللي انا عمال ارغي فيه من الاول وفي كل مره بقعد احكي لكم الحكايه من الاول تاني. وضحت؟ تمام؟ وهقولها تاني يعني مش هزهق. اهم حاجه بقى في الاوكسيديشن فاتي اسيدز لو سمحتوا واحنا بنذاكر اوكسيديشن فاتي اسيدز ما نبقاش اسمه في دماغنا بيتا اوكسيديشن. لا اوكسيديشن فاتي اسيد اسمه اوكسيديشن فاتي اسيد. في كم نوع؟ اربع انواع. غلطه الطلبه ان هم فاكرين ان ده درس اسمه بيتا اوكسيديشن. لا هو درس اسمه فاتي اسيد اوكسيديشن. اي نعم البيتا اهم واحد بس في ثلاثه ثانيين. مين هم بقى؟ الفا اوميجا بيركسيزوم. الفا اوميجا وايه؟ الاوميجا بيحصل فين؟ مايكروزوم. اوميجا بيحصل فين؟ مايكروزوم. ايه بقى اللي بيحصل في المايكروزوم؟ فاتي اسيد سينثيسيس. اي فاتي اسيد سينثيسيس؟ الانجيشن. بالظبط. يبقى لو سمحت زي ما قلت لكم هنجمع الحاجات اللي بتحصل في الاورجانيل. المايكروزوم بيعمل ايه؟ الانجيشن واوميجا اوكسيديشن. خلصت. لو اتنطط في الام سي كيو مش هتلقط. لان في الام سي كيو بيلقط في ايه؟ بيقول لي الاوميجا اوكسيديشن بيحصل في البريكسيزومز، الاوميجا اوكسيديشن في فاتي اسيد سينثيسيس، المايكروزومز فيها الفا اوكسيديشن. خلاص؟ كل الكلام ده لو انا مش مرتب المعلومات
هتلخبط طبعا لانه كلام جنب بعض. انت ما تلخبطش لو نسست الحاجات جنب بعضها وحطيتها. مايكروزوم الونيشن اوميجا اوكسيديشن. خلاص في دماغي المعلومه بقت واضحه بقت منوره. في يوم امتحان ام سي كيو وكلنا عدينا المرحله دي وانت بتجاوب امتحان ام سي كيو لما بيجي لك السؤال لو انت مذاكر كويس بتلاقي معلومه نورت في الكتاب كده لكن ايه يعني في نور طلع عليه لو انت فاكرها كويس. كل بقى ما تكون مش مراجعها قوي بتلاقي ايه غمامه بليرنج بروفيجن بليرنج بروفيجن مش عارف اي صفحه بالظبط. خلاص فكل ما هتبقى سيستمايز كل ما هتبقى مركز وانت بتقرا كل ما هتلاقي ايه النور ده موجود. انا نفسي ان في امتحان الام سي كيو كله انوار عشان تبقى واثق من نفسك لان كل ما الدنيا بتبقى بليرد كل ما انت في الامتحان ما تبقاش واثق من نفسك. ممكن وانت بره الامتحان تحلها عادي تقرأيها كده تبقى صح غلط مش فارق معاك قوي. خلاص لكن وانت في الامتحان بتبقى محتاج جدا جوه الامتحان تبقى متاكد من اجابتك عشان يديك احساس بالايه؟ بالطمانينه فتعرف تكمل. تمام؟ واضحه؟ طيب هنوصل لده ازاي؟ تاني مع اني عندي حاجات كتيره هنسست نفسنا ونلم الحاجات مع بعضها عشان الدنيا تبقى واضحه. خلاص؟ وضحت؟ طيب من الاخر كده ايه مشكله الالفا والبريكسيزومز؟ ايه مشكله الالفا والبريكسيزومز؟ يعني ليه دول بيعملوا مشاكل؟ ليه الديفيشنسي فيهم بيعمل مشاكل؟ الالفا اوكسيديشن ده حاجه ماينر خلاص؟ حاجه اسمها فايتاليك اسيد بناكله مش كتير يعني مش ده اكتر حاجه بناكلها مش بارميتيك اسيد مثلا خلاص؟ وبيحصل الالفا اوكسيديشن والبريكسيزومز دول فيري لونج تشين فاتي اسيد وبرضه ما بناكلهمش كتير. ليه بيحصل مشاكل؟ يعني حد يقول لي ايه؟ طب يا دكتور ما نعملهمش اوكسيديشن ويبقوا اكيوميليتد. المشكله ايوه ليه بقى الاكيوميليشن مهم ودي المشكله؟ هي دي الفكره. ليه الاكيوميليشن مشكله؟ عشان بيأثر البرين. ايوه ليه برضه؟ ركزوا معايا ركزوا معايا. فاكرين حاجه اسمها ترانس فاتي اسيدز؟ كانت ايه مشكله الترانس فاتي اسيدز؟ ان السيل بدل ما تاخد الفات اسيد العاديه بتاخد الترانس فبيطلع البروتين بايظ. هي دي نفس الفكره. لو عندي حاجات اكيوميليتد السيل هتاخد الحاجه الاكيوميليتد بدل ما تاخد الحاجه اللي المفروض تاخدها او على الاقل هيحصل كومبيتيشن فبرضه هيبقى نصها ونصها. خلاص فيحصل مشكله. هي دي النقطه. ليه؟ مع ان هم قليلين بس بيعمل مشكله وده يعلمنا حاجه بقى لحياتنا. خلاص يعلمنا ايه؟ دايما فضي مخك وفضي حياتك من الكراكيب. فضي مخك وحياتك من ايه؟ من الكراكيب. اوعى تفتكر ان انت لما تشغل مخك بحاجات هايفه يبقى دي حاجه ملهاش لازمه. لا انت خدت من مخك حته صغيره شغلتها بحاجات هايفه. دي لو ما كانش فيها حاجات هايفه ما كانتش تتشغل فعملت فيها حاجه ثانيه كويسه. مفهومه؟ دي نقطة مهمة، ما ربنا بيدينا برضو إيه؟ بنتفكر في خلق ربنا، خلاص؟ فدايماً حاول إن أنت تشغل مخك بالحاجات المفيدة، خلاص؟ كل ما هتقرب من الحاجات الهايفة هتلاقينا أولاً هتبقى أنت هايف، ما هو أنت مشغول بالهايف، هتبقى أنت هايف على طول، خلاص؟ ثانياً مش هتعرف تبقى مش هايف، يعني هتلاقي الحتة اللي مش هايفة مش هتعرف تشتغل بيها، ما أنت مركز في الهايف، أو عندك على الأقل في كومبيتيشن بين ده وده، خلاص؟ واضحة؟ تاني حاجة في أوضتي في بيتي والكلام ده فعلا مهم خلاص؟ اوعى تستهيف وجود الكراكيب. اوعى تستهيفها. الكراكيب دي أوحش حاجة في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم كده ماينس أول حاجة نيجاتيف إيمج. بسم الله الرحمن الرحيم من غير ما نبتدي أي حاجة خلاص؟ غير بقى إنها ممكن تاخد مساحة تعمل بيها حاجة كويسة و و و و خلاص؟ فدايما ما تستهيفش الهايف. الهايف ده اكتر حاجه بتبوظ ناس كتير جدا. سواء بقى هيافت تفكير، هيافت عقل، هيافت حاجه انا ما بستخدمهاش فحاططها كده وخلاص. تمام؟ دايما يبقى همك الشاغل فضي دماغك وفضي حياتك من الكراكيب. اللي هي ايه الكراكيب؟ حاجات ملهاش لازمه ارميها تخلص منها ما تشوفهاش. خلاص؟ ما تقولش دي ايه؟ حاجه صغيره ما هي حاجة صغيرة هايفة على حاجة صغيرة هايفة على حاجة صغيرة هايفة على حاجة صغيرة هايفة هيعملوا بتاعك وكيعة كبيرة قد كده. تقلب في عشتك. خلاص؟ أكتر حاجة بتضايق أي بني آدم
يعني البني ادم لما بيصحى من النوم كده متضايق وعنده اكتئاب غالبا ما بيبقاش مشكله كبيره، لان لو المشكله دي هو عارفها فبيحلها خلاص. هي غالبا ايه؟ مثلا انا متضايق من واحد صاحبي، ده من سنه صغيره فشلتها وعدتها، بعد شويه اديت واحد صاحبي تاني في حته صغيره فشلتها وعدتها، بعد شويه اديت من باول عماره فشلتها وعدتها، بعد شويه اديت من نفسي ان انا ما ذاكرتش باي امبارح فشلتها وعدتها، بعد كده اديت من نفسي ان انا ما ذاكرتش اناتومي امبارح فشلتها وعدتها. بلاقي نفسي بعد 10 ايام متضايق بس انا مش عارف متضايق ايه. هو انا اكشلي متضايق من كل دول، فكل شويه كركوع على كركوع على كركوع، بقت كركوع انا مش عارف هي اصلها بقى فين. خلاص؟ فما تستهيفش بقى الحاجات دي، خلاص؟ دايما ايه؟ اول باول كده خليك متصالح مع نفسك، يعني حاجه متضايق منها يا تقولها يا تحلها وخلاص، ما تقعدش تقول ايه؟ هنبقى نشوفها بعدين، بعدين دي مش هترجع وهتخش مع حاجات ثانيه ومش هتقدر تجيبها تاني. خلاص؟ وضحت؟ بيتا اوكسيديشن بقى، اما بيتا اوكسيديشن ده باثوي زي اي باثوي برضه سهل. رقم واحد سايت كل السيلز اللي فيها مايتوكوندريا، وطبعا فيها مايتوكوندريا بس في مايتوكوندريا سهله خلاص. كي انزايم ملهاش او هو اتش بي دي بس مش جوه الباثوي نفسه. الكي انزايم بتاع البيتا اوكسيديشن هو مين؟ العصايل كوي سنسيتيز اللي بيحول الفاتي اسيد لكوي، خلاص هو ده الكي انزايم بتاعه. خلاص طيب ايه مشكله الفاتي اسيد؟ المشكله ان انا ازاي انقلها جوه الميتوكوندريا. وانس ان الفاتي اسيد دخل جوه الميتوكوندريا هيحصل لها بتاكسيس لوحده، بس الفكره ان ازاي انقلها. فلو انا عملت كنترول على الدخله يبقى انا عملت كنترول على البتاكسيديشن. تمام الستبس علينا؟ لا مش علينا. علينا نعرف فيها ايه؟ ان انا عندي اثنين دي هيدروجينيزز، واحد بيستخدم ناد والتاني بيستخدم فاد. يبقى انا من كل مره فاتي اسيد هطلع واحده ناد واحده فاد. طبعا ده الستبس، والكي انزايم هو مين؟ السنسيتيز. تمام كده؟ تمام. ريجيليشن هرمونال رسمي كده ما بيعملش حاجه في البيتا اوكسيديشن بس، بس الهرمونز بتاثر على وجود اصلا الفاتي اسيد عشان يخش جوه الميتوكوندريا. خلاص يبقى انا بسيطر على ايه؟ دخوله في الميتوكوندريا. تمام فمالوش كوفيلنت موديفيكيشن خالص. الستيريك سهله، انا بطلع ايه؟ بطلع انرجي وفاتونات. عندي الانرجي والفاتونات يبقى هعمل انيبيشن، ما عنديش انرجي هعمل ايه؟ اكتيفيشن. تمام نيجي بقى لنقطتين مهمين وهم دول اهم حاجه في الايه؟ في البيتا اوكسيديشن. رقم واحد الكارنتين شاطر، رقم اثنين الادرينزيك دايفوسفيت. نبتدي برقم اثنين الاول. امتى اقول الاي تي بي يعمل انهبيشن والدايفوسفيت يعمل اكتيفيشن، وامتى اقول الاي تي بي يعمل انهبيشن وقصاده المونوفوسفيت يعمل اكتيفيشن؟ بمنتهى البساطه لو انا جوه الميتوكوندريا التي قصاد التي، لو انا بره الميتوكوندريا التي قصاد الام. لو انا جوه الميتوكوندريا تراي مع داي، بره الميتوكوندريا تراي مع مون. تعالوا نجرب، هو مين حاجات الميتوكوندريا؟ كريبس سايكل كانت تراي قصاد مين؟ داي. بايروبيت هيدروجينيز تراي قصاد مين؟ داي. بيتا اوكسيديشن تراي قصاد مين؟ داي. خلاص في الكتاب حاطين مونو. لا هقول لك حاطين مونو في ايه؟ لا الزفور بس الزفور اللي من بره الكربوكسيليز. لو انا جوه الميتوكوندريا التراي قصاد مين؟ دار كريبس وبايروفيت والبيتا اوكسيديشن. خلاص فين الكلام ده موجود في الكتاب؟ اهي بصوا تمام ركزي معايا. طيب ركزوا معايا عشان حته مهمه. وانا بره الميتوكوندريا تراي قصاد مون، اكزامبل جلايكوجين الاثنين تراي ومون. خلاص جلايكوليسيس تراي ومون. فاتي اسيد سينثيسيس كان تراي ومون صح، تراي فوسفيت وادينوزين مونو فوسفيت الكاينيز
اهي الام بي كان بينهرت مين؟ الستايكوين كاربوكسيليز. عشان كده هم حاطينه لان الاثنين معتمدين على بعض. اللايكوجينيسيس له علاقه بالبيتا اوكسيديشن. عندي لايكوجينيسيس لازم ينهرت مين؟ البيتا اوكسيديشن. عندي لايبوليسيس يبقى ينهرت مين؟ اللايكوجينيسيس. مش معقول اشغل الاثنين مع بعض. فلازم ده يسيطر على واحد. واضحه دي ولا مش واضحه؟ تمام؟ اتفقنا كده؟ طيب ده التاني الاولانيه كارنيتين شرط ودي في منتهى الاهميه. اولا ايه هي كارنيتين شاطر اصلا؟ بدخل بيها الفاتي اسيد. ازاي؟ بدخل اللونج تشين او الميديم تشين ودي مهمه يا لونج يا ميديم جوه الميتوكوندريا خلاص؟ وده يا اولاد بيحصل في حياتنا بس في حياتنا ازاي؟ كتير قوي بنبقى واقفين في طابور طويل واحنا بنعمل بطاقه بنعمل رخصه بنعمل اي حاجه خلاص؟ تلاقينا كلنا واقفين في حاجه طويله مش عارفين نخش المكان. تلاقي مره واحده واحد طلع كده من جوه فلان الفلان ايوه ونروح ندخله كده وندخله جوه. هو ده بالظبط كل الفاتي اسيدز واقفه بره مش عارفه تخش. يجي الكارنيتين فين الفاتي اسيد؟ انا موجود اهو تعالى ودخل. هو ده اللي بيحصل خلاص؟ اللونج والميديوم؟ اللونج والميديوم اه الشورت لا بيعدي الصغير هيخش على طول خلاص؟ لا 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 لحد رقم كام؟ 12 الميديوم اللي فوق 12 ما يعديش خلاص؟ قصدي مهم قوي الحته بتاعت الميديوم فوق 12 دي خلاص؟ مركزين؟ طيب بيحصل ازاي؟ ده مش هتسال فيه خلاص؟ بس انا فاهم بس. فري فاتي اسيد عدم السنسيتيز طلع لي سايكو ايه؟ دخل مع الكارنيتين بالميتول ترانسفيريز جاب الكارنيتين عدى سايكو كارنيتين عدى الترانسلوكيز وعندي كارنيتين بالميتول ترانسفيريز 2 هو اللي عكس القصه خلاص؟ دي الشرط رقم كام بقى؟ 4 هنقعد نعدهم مع بعض دلوقتي خلاص؟ تجميعة حاجة اسمها ميتوكوندريال ترانسبورترز دي تجميعة لوحدها بقى خلاص؟ ايه هما الميتوكوندريال الحاجات اللي بدخلها جوه الميتوكوندريال من الأول بقى النات بتو شطرز اللي هما الغيب أيوه خلاص؟ البايوفيت بيخش برضه الاي تي بي اي تي بي ترانسبورتر بيخش أيوه بالظبط دي تالت حاجه رابع حاجه كالسيتريت بيعرف يخش ويطلع خلاص بس فوسفوجليسيريد شاطر بس دي شاطر اصلا مرجعيه ومالهاش علاقه بالميتوكوندريا خالص سوري انا اسف يعني خلاص عشان دي بتاعت الار بي سي مرجعيه معلش ها كارنيتين شطر دي اللي موجوده ناقصه خلاص الثانيه دايكربوكسيليك اسيد شطر وهي بتاعت السيتريت ما انا قلتها خلاص ما قلتها انتوا نسيتوا بس اقولهم من الاول طب بلاش اقولهم من الاول هقول لكم على فكره احلى ممكن في الويك اند مش النهارده يعني في الويك اند تقعدوا كلمه ترانسبورترز كلها تعملوها كده ستيكي نوت على بعضها وبعد كده نقعد نراجعها مع بعض الاسبوع الجاي خلاص كل واحد يعملها بقى يلمهم كده وهو بيعدي على المنهج خلاص السؤال اللي انا بقوله ده سؤال دكتوراه وات ار ذا ميتوكوندريال ترانسبورترز خلاص ومش كل دول احنا قلناهم فيه اكتر من كده طب ليه انا بقوله تجمعتهم تفكرك بحاجات كتير تجمعتهم هتفكرك بحاجات كتير تمام طيب كارنيتين بالميتول ترانسفيريز 1 ده في منتهى الاهميه بقى بتاعك لان هو الريجيليشن او هو اللي بعتبره الكي انزايم بتاع البيتا اوكسيديشن الالوستيريك ريجيليشن بتاع البيتا اوكسيديشن مش بيعتمد بس على الفان والناد والايه والاي تي بي لا بيعتمد على المارينايل كولين اللي بيعمل انهيريشن لمين للكارنيتين بالميتول ترانسفيريز 1 اهي دي بقى ليه ودي في منتهى الاهميه ليه ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا عشان عمر ما تحصل الحاجة بعكسها في نفس الوقت خلاص اهي دي بقى هي فكره ازاي الانسولين بيدخل الفري فاتي اسيد كده جوه السيل وهو مطمن ومرتاح طالما انا انسولين هدخله ومتضامن انه مش هيحصل له بيتا اوكسيديشن
100%. ليه؟ لان انا هطلع اكتيفيت الاستايكو ايجا الاكسيديت، هطلع مانولايد واي، هقفل له السكه مش هيخش الميتوكوندريا. اتفهمت؟ اتفهمت؟ خلاص؟ تاني انا انسولين دخلت الفري فات اسيد جوه السيل، منين يا دكتور اضمن انه ما يخشش الميتوكوندريا ويحصل له بيتا اوكسيديشن؟ عشان انا هاكتيفيت مين؟ اي سي سي يطلعني مانولايد واي، ينهبت دخوله اصلا ما يخشش، اقفل بقى عليه. خلاص مش هيحصل له بيتا اوكسيديشن. طب لو انا ما عنديش انسولين وعندي فري فاتي اسيد مفيش ده، فالسكه هتفتح يخش يحصل له بيتا اوكسيديشن. فدايما عمر ما البيتا اوكسيديشن تحصل على الجينس ليه؟ لان ده بيحتمل ده. اتفهمت؟ خلاص واضحه؟ يبقى البيتا اوكسيديشن عندنا قواعد عامه بنمشي عليها، سايت قلناها، كي انزايم هنحط حاجتين الاستايكو اي اسايكو اي سنسيتيز طبعا عشان بيحتاج اي تي بي بس ما بيتاثرش باي هرمونز ولا حاجه، والسي بي تي 1، السي بي تي 1 ده هعتبره هنا هو الكي انزايم بتاعي. هرمون ملوش هرمون دايركت، ملوش هرمون الايه؟ دايركت، لكن له اندايركت عن طريق الستيريك اللي هو مين؟ مانولايد واي بيهبت. يبقى الحاجات اللي تزود المانولايد واي اللي هي بتزود الاي سي سي هتعمل له انهبيشن، والحاجات اللي بتعمل له كده هتعمل له العكس. تمام؟ واضحه ولا مش واضحه؟ تمام؟ يبقى لو قال لي فرض قال لي في الامتحان وات ار ذا انهبيتورز اوف بيتا اوكسيديشن هقول له ايه؟ عايز كلمه واحده ترد بيها على السؤال. اكتيفيتورز اوف جلايكوجينيسيس. ايه هم الاكتيفيتورز؟ انا عارف اللي هم مين؟ الانسولين والستريت وايه تاني؟ بس هم بس والاي ام بي والاي ام بي انهبيتور انهبيتور خلاص تمام والانتي انسولين وات ار ذا اكتيفيتورز فور بيتا اوكسيديشن انهبيتورز اوف الانهبيتورز بتوع الايزوزيمز اللي احنا لسه قايلينها خلاص بس ما ننساش الاي تي بي والدايفوسفيت والنان اتش والفات اتش 2 لو سمحتوا ما ننسهمش لان دول برضو اكتيفيتورز وانهبيتورز بس بتوع الميتوكوندريا بقى دي تكسيش خلاص تمام يبقى القاعده العامه اللي هنمشي عليها طالما انا جوه الميتوكوندريا تراي فوش الدار بره الميتوكوندريا تراي فوش المون خلاص مش هنذاكرها تاني خلاص اتفهمت السؤال ده كان سؤال الماجستير بتاعي مين اللي بتشيل اسايكو ايه دي هيدروجينيز بس ما جاش كده سهل بقى السؤال جه بالظبط كده مش فاكر منشن ولا ايه بس جه بالظبط كده بيقول لك هو لو انت باي كيميكال بيس بس ايه السؤال مكتوب جامايكان فومتنج سيكنس او جامايكان دور عليه النهارده جامايكان فومتنج سيكنس كان كل دوري ان اعرف ان جامايكان فومتنج سيكنس ده واحد من التايبس بتاع النيكي اللي شيل اسايد الاي ده الريز وبعد كده كنت عارف اجاوب خلاص وجبتها وانا ما اعرفش جبتها ازاي بكلمكم بجد انا مش عارف فعلا انا جبتها ازاي يعني غالبا افتكرتها في وسط الكلام كده كتبت اي حاجه ما اعرفش بس هي جت صح خلاص جامايكان فومتنج سيكنس ايه بقى الميديم تشين دلوقتي انا الميديم تشين دخل جوه الميتوكوندريا المفروض لو دي هيدروجينيز لو دي هيدروجينيز ده ابسنت هيحصل له ايه اكيوميليشن بس مش دي المشكله المشكله مش هيجي لي ايه انرجي عشان انا الوحيد اللي فاهم او يعني مش الوحيد قوي يعني عشان انا بس فاهم فكر ان اللايبولس بيبتدي مع بدايه الفاستنج على طول وان انا محتاجه للانرجي عشان كده هبقى عارف ان دي مشكله كبيره عارفين لو انا مش عارف المعلومه دي هقول طب ما عادي ما انا ممكن اصوم اربع ساعات لحد ما الجلايكوجين يخلص وبعد كده ابتدي اللايبوليسيس يبقى ساعتها تحصل مشكله لا ده بتحصل مشكله اول ما اصوم اول ما اصوم لايبوليسيس يحصل بس البيتا اوكسيديشن ما بيحصلش ما بيدينيش حاجه
مش هيديني حاجه، او بلا علاقه يعني اللونج تشير هيبتدي يدوني او يرسلوا ميديم خلاص هقف. فما عنديش اي تي بي، احاول استهلك مين في الاي تي بي؟ استهلك الجلوكوز، ما هو خلاص ما فيش فاتي اسيد استهلك الجلوكوز، بس ساعتها هيجي لي هايبوجلايسيميا بسرعه قوي. خلاص السؤال، الهايبوجلايسيميا الهايبوجلايسيميا هتجيني فاستنج ولا بوست برانديال؟ فاستنج طبعا، ده ملوش علاقه بوست برانديال خالص، بالعكس ده انا حاجه واحده كويس خلاص، فده طبعا فاستنج. الاهم حاجه بقى، لو جالي كوما هلاقي عندي كيتون بودز ولا ما عنديش؟ لا مفيش. هجيب منين كيتون بودز اذا كان انا اصلا ما وصلتش للمرحله دي؟ انا لسه بعيد قوي عنها. خلاص تمام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ركزوا معايا، الكلام ده انا شرحته امبارح في الكيتوجينس والكيتوس. البني ادمين بيتقسموا تو تايبس، التايب الاولاني التايب اللي ربنا خلقنا بيه النورمال العادي اللي هو ايه؟ انا صايم هفضل قاعد مستحمل 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 عشان عندي ايه؟ لايبورس بتديني ايه؟ اي تي بي، فما عنديش مشكله في الاي تي بي خالص. هعمل جلايكوجينيسيس وهعمل جلوكونيوجينيسيس وبعد كده كمان هخش في الكيتون بادز. كل ده بتكل وبتركن على ايه؟ على الاي تي بي اللي انا قلت لك من عمره ما هيمثلك اي مشكله. خلاص؟ امتى هيجي لي كوما؟ لما الكيتون بادز تزيد قوي فيجي لي اسيدوزز فساعتها يجي لي كوما، مش من نقص الاي تي بي. خلاص؟ اما لو انا بني ادم عندي مشكله في البيتا اوكسيديشن فالاي تي بي هيقل، فالهايبوجلايسيميا هتحصل، فهقع نقص ايه؟ نقص جلوكوز ونقص اي تي بي. خلاص؟ فساعتها هلاقي كيتون بادز؟ لا، لان مش هي اللي عملت الكوما. خلاص؟ واضحه دي؟ فاهم حاجه في الميديا من شيء اسايكوميديالوجينيز هي ايه؟ فاستنج نون كيتوتيك هايبوجلايسيميا. فاستنج نون كيتوتيك هايبوجلايسيميا. ها؟ تاني، انا صمت المفروض يحصل لايبولس فيحصل بيتا اوكسيديشن ويجي لي اي تي بي. البيتا اوكسيديشن ما بتحصلش فما فيش اي تي بي. فهيجي لي الكوم بسرعه. هلاقي كيتون بادز؟ لان مش هي سبب الكوم. اما لو انا بني ادم عادي ما عنديش مشكله في الاي تي بي، ما هو بيحصل. هفضل قاعد مستحمل مستحمل مستحمل. يوم ما يجي لي كوما مش هتبقى ناقص الاي تي بي، هتبقى ناقص كيتون بادز هي هتعمل اسيدوس هتجي لي كوما. فهلاقي عندي كيتون بادز. تمام؟ وضحت؟ السؤال بقى، هل في الميديا من شيء الاسايكو ايديا هيدروجينيز هلاقي مشكله او هيبقى عندي مشكله في الجلايكوجين ولا عندي مشكله في الجلوكونيوجينيسيس ولا عندي مشكله في الاثنين؟ الجلوكونيوجينيسيس. انا اكشولي يعني الجلايكوجين هيحصل بسرعه جدا عشان بستخدم كل الجلوكوز. الجلوكونيوجينيسيس هيحصل فيه مشكله، ليه؟ مش هعرف اعمله لان ما عنديش اي تي بي، ما عنديش لايبوليسيس يديني الاي تي بي بتاع الجلوكونيوجينيسيس. خلاص؟ واضحه؟ تمام؟ يبقى حاجه ديفيشنسي في الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجين بدل ما هيخلص على 6 ساعات ولا 4 ساعات، لا هيقعد يخلص بعد ساعتين. لان كل السيلز هتستخدم الجلوكوز والدنيا هتبوظ مني ان شاء الله. خلاص؟ هم دول بقى دول البني ادمين فعلا فعلا اللي حق ربنا كده ممنوع عليهم الصيام تماما. حق ربنا. خلاص؟ مش واحد بيستهبل عنده شويه عرق يقول لك انا اصل مش هصوم رمضان عشان بعرق. خلاص؟ تمام؟ او ده كده رسمي ممنوع عنه الصيام. وممنوع عنه الاكسرسايز. خلاص؟ ده يقعد ياكل بس. عشان وما بيتخنش عشان كل الجلوكوز بيستخدمه. يعني مفيش بقى الجلوكوز ده مش موجود ما بيوصلش للمرحله دي اصلا. هو بياخد الجلوكوز عشان يطلع له اي تي بي وخلاص بس. تمام؟ طيب الحته كل الكلام اللي انا قلته ده كل ده منطقي وسهل، يعني ما فيهوش مشكله في المذاكره ومش هيتعبني في المذاكره. ايه بقى الحته اللي هتتعب في المذاكره؟ كوزس وميديا بتشير اسايكوميديالوجينيز خلاص؟ وحته الهايبر امونيميا دي مش هنذاكرها دلوقتي خالص. دي هتبان قوي ان شاء الله بعد اجازه نص السنه في البروتين ميتابوليزم وهفكركم بيها. خلاص؟ تمام؟ ايه الكوزز بتاعه الميديا تشين اسايكوميديالوجينيز؟ اول حاجه يا اما عندي ديفيشنسي في الانزيم وده الموست كومن، يا اما مش عارف ادخل الميديا تشين فاتي اسيد. الميديا هو مين اللي بيخش الاكبر من الاصغر من كام؟ من 12. يبقى الاكبر من 12 الميديا تشين ده مش هعرف ادخله. طالما ما عرفش ادخله
يبقى مش هيحصل له اوكسيديشن حتى لو عندي الايه؟ الانزيم جوه. طيب مش هعرف ادخله ليه؟ عندي اي ديفيشنسي في الثلاث حاجات اللي بيدخلهم. خلاص؟ يا اما عندي ديفيشنسي في الكارنتين نفسه يا اما الترانسفيريز 1 يا اما الترانسفيريز 2. خلاص؟ تمام؟ واضحه؟ وبرضه كده الكوزز قسمتها بطريقه سهله قلت له يبقى تمام. التريتمنت اعالج ده ازاي؟ اول حاجه في التريتمنت اول حاجه مش غر الكارنتين. افويد ايوه هي ده اول حاجه وده اهم حاجه افويد الفاستنج وافويد الاكسرسايز هي كده ابقى انا بشغل المخ خلاص اول حاجه افويد الاثنين دول بعد كده بقى الدايت بتاعي حط فيها كربوهيدرات او ساعد واهم حاجه اكل كربوهيدرات ولا ما اكلش ده هو ده بتاعي ده هو ده اللي انا عايز بيه ده انا اقول له هو ده اقول له بص انت في حياتك كامله ما تاكلش بالكربوهيدرات اي حاجه تانية مش هتنفع هتاكلها مالهاش دعوه مش هتعمل حاجه انت بتاع الكربوهيدرات خلاص تمام هاي كربوهيدرات دايت وهتخن هقول له خن عمرك ما هتتخن ده لو اكلت الكربوهيدرات البلد كلها مش هتتخن خلاص لان انت كل جلوكوز بتطلع 32 الثانيه كان فيها زي بتطلع 106 ده مش هتشوفه 106 ده خلاص خلاص فانت هتقعد تاكل وهتخس وبالعكس ده انت لو قعدت فتره ما تاكلش ده انت ممكن تنام تصحى من هايبوجلايسيميا يعني يا دكتور يعني هو اول ما بيصوم بيشغل بس الجلوكوز بس لا لا قصدي الجلايكوجين اه الجلايكوجين طلع جلوكوز والجلوكوز يخش الجلايكوز طلع ايه الجلايكوجين خلص هو كده خلاص خلاص كده خلاص بيموت 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 حرفيا بمعنى الكلمه هايبوجلايسيميا بيموت خلاص لازم ياكل جلوكوز خلاص تمام وضحت بيركسيزوما عندي فيها كلمتين زيلفيجا سيندروم والفات نبتدي بالفات الاول عشان دي حته فهم اولا وده مش موجود في الكتاب هل البريكسيزوما بتطلع فات بس مش ده اللي انا قصدي هل بيستخدم الفات بس ان هو يعمله ده مش موجود في الكتاب اصلا مش هتسال فيه لا طبعا هو بيستخدم النادي الفات عادي ما هو بيعمل هو زي بيتا اوكسيديشن عادي بيتا اوكسيديشن عادي خلاص ناد في الاول وفات في الاخر بس عادي طيب الناد هيحصل له ايه؟ اولا البريكسيزومز دي ده بيحصل فين؟ بريكسيزومال ولا ميتوكوندريال؟ بريكسيزومال هيطلع في البريكسيزومز والبريكسيزومز دي بره ميتوكوندريال الناد هيحصل له ايه؟ هيخش ميتوكوندريال ايه؟ بالشرط عشان كده الناد ما فيش مشكله ولا ما حطوش في الرسمه ولا انا حطيناه لكم اصلا مين اللي فيه مشكله بقى؟ الفات هو انا قلت الفات دي شاطر؟ لا لا هي لا مش عادي طبعا خط هي دي بقى المشكله عشان كده انا حاطط ايه؟ الفات طيب هعمل ايه بالهيدروجين؟ مش هيعرف يتشالف ترانسبورت الشيء ومش عارف يتصرف فيه ولازم اعمل له ايه؟ ريجنريشن هو ده بقى اللي هيطلع لي اتش 2 2 خلاص يبقى ليه الفات ده دونا عن كل الحاجات طلع لي اتش 2 2 ما بيخشش ما بيخشش الميتوكوندريا تمام؟ عشان كده هو ده اللي طلع لي اتش 2 2 واضحة؟ مفهومة دي؟ ولا بيعرف يخش الميتوكوندريا عنده شطر خلاص؟ تمام؟ يبقى البيركسيزومال أهميتها في الاتش 2 2 أنا فاهم إن الاتش 2 2 بسبب الفات ما دخلش الميتوكوندريا عشان ما عندوش شطر فبالتالي ملوش إن هو ياخد الأكسجين يعمل بيه اتش 2 2 بعد كده الاتش 2 2 دي أعمل فيها إيه؟ أحولها المية عن طريق إيه؟ جلوتاثيون ريدكتيز جلوتاثيون الاتش ام بي ايوه جلوتاثيون ريدكتيز خلاص احنا ما عندناش في التاريخ خلاص الجلوتاثيون ريدكتيز خلاص تمام وضحت طيب هل ممكن استخدم الاتش 2 2 ده استخدام تاني؟ ايوه ركزوا بقى معايا عشان حته مهمه الاتش 2 2 ده اكشولي انا ما بعملش بالبروتين بروسيس ولا حاجه ليه؟ انا بعمل البريكسيزونز دي حاجه شبه اللايسيزونز كده بتروح تحتاج مين؟ البكتيريا تموتها فربنا سبحانه وتعالى يقوم يعمل ايه؟ سبحان الله يجي لي الفيري لونج تشيفت يا سيدي يحصل فيهم اكسجين جوه البريكسيزونز ازاي؟ فيطلع لي
ال H2O2 اخده امول كبرتين، يبقى انا كده استفدت بيه خلاص. تمام. يبقى البريكسون دي نوع من انواع اللايزوز اللي بتموت البكتيريا عن طريق مين؟ ال H2O2. تمام؟ مفهومه؟ يجي بقى في السيرفيكال ما عندوش بريكسوزومز خالص، ما عندوش ايه؟ بريكسوزومز. يبقى الفيري لونج تشيب ديت هيحصل لهم ايه؟ اكيوميليشن. يعمل ايه بقى؟ ليفر وكيدني ديسفانكشن ونيورولوجيكال ديفكتس. خلاص؟ كل ده ليه؟ طب يا دكتور ده اكيوميليشن، يعني ما نعملش فيه حاجه. لا، احنا استفدنا وعرفنا ان الاكيوميليشن في حد ذاته مشكله. خلاص؟ والبيشنت ريلي سرفايف بيوند 1 يير من الاكيوميليشن بس. من الاكيوميليشن بس ما عرفش يعيش. خلاص؟ الفا اوكسيديشن. اهم كلمه فيه فايتانيك اسيد. هنعلم عليه. موجود فين؟ سؤال ام سي كيو. ريمننت انيمال فات وسيرتن فيش. والجروب. تلات حاجات هنعلم عليهم. خلاص؟ ريمننت انيمال فات سيرتن فيش كلوروفيل. ده سؤال ام سي كيو ده. يعني الحاجات الاوليه غالبا يعني اللي هما ايه؟ حيوانات بس يعني مش الخروف مثلا، الحاجات البعيده شويه. خلاص؟ ضفادع. خلاص؟ تمام؟ روميننت انيمال فات وسيرت الفيش وايه؟ وكلوريف. جميل؟ طيب ستيبس مش عارفين، معروفه. خلاص؟ معلش احنا ولا فورمولا ولا ستيبس. خلاص؟ اهم حاجه اعرفها في الحاج ده انه بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي ايه؟ سؤال عمره ما اتسال، عمره ما اتسال. خلاص؟ بس انا لو انا دكتور هساله وهحط سؤال واحد في الامتحان لواحد بس هيجيب في المرض. خلاص؟ الفا اوكسيديشن كان بي سبستريت فور جلوكونيوجينسيس. صح ولا غلط؟ صح. دلوقتي انتوا بتجاوبوها صح سهل. خلاص؟ بس ده لو في امتحان محدش عارف يجاوب. مين اللي هيجيب حق؟ كله هيقول ايه دي مالهاش علاقه بدي. لا لا ده غلط. خلاص؟ بس عشان بيطلع مين؟ بروبينايل كوين، فنعلم على بروبينايل كوين. اذا ربما حد يجيب سؤال خلاص؟ فبرضه نبقى ايه؟ نبقى نجاوبه. خلاص؟ اوكي. الديزيز بتاعه اسمه ايه؟ ريفسم ديزيز. خلاص؟ برضه نفس الكلام، المشكله فين؟ اكيوميليشن. خلاص؟ بتاع الفايتانيك يعمل ايه؟ نيورولوجيكال بولي نيورومسي ديفنس وبلايندس. طيب ركزوا بقى معايا عشان الحته دي هي المهمه وهنذاكرها عشان الام سي كيو، وكل واحد يعمل الكلام ده في الويك اند برضه. اولا اهم حته تذاكرها عشان ما تتلخبطش هو تعرف ان الزلفيجر بتاع البريكسيزوم، والزلفيجر هو اللي فيه سرفايفل مش بياند 1 يير، يعني داز نوت سرفايف بياند 1 يير. خلاص؟ اما الريفسن بتاع الفايتانيك وهو اللي فيه بلايندز. تمام؟ هما الاثنين اصلا شبه بعض وبيلخبطوا، وغالبا غالبا عبال ما اوصل للاخر هبقى انسى الريفسن بتاع مين والسيرفيكال بتاع مين، ودي هي دي مشكلتي. خلاص؟ فانا كل تركيزي في الدرس بتاع البيتا اوكسيديشن والقصه دي بتاع الفاتي اسيد اوكسيديشن هو ان انا بس افتكر ان الزيرفيكال بتاع الفيكسيزومز والريفسن بتاع الايه؟ الالفا اوكسيديشن بتاع الفيتانيك اسيد. اقول لكم على سر محدش يعرفه خالص، انا لو ما رجعتهاش مش كل سنه، لو ما رجعتهاش قبل ما اجي لكم هتلخبط فيه. يبقى ده معناه ايه؟ ان كلنا هنتلخبط فيه. حلها ايه؟ اهدينا الحاجات اللي لازم تتبص عليها يوم الامتحان الصبح قبل ما تخش اللجنه. خلاص؟ في حاجات كده معينه هقول لكم عليها، دي لانها ما بتتفهمش، اصل هي مش فاهمه. ده حاجه بتحب يعني ايه؟ بتحب دي مع دي. هي ما فيهاش فهم قوي. خلاص؟ السؤال ده مهم جدا. ودي حاجه مهمه وعايز تكون في طاقم بقى. هل انا ببقى مضطر اراجع كل درس قبل ما اخش لكم؟ لا، لسبب مش عشان انا عبقري ولا عشان انا احسن واحد بيفهم بايو. لا، عشان انا فاهم حاجات كتير، فالحاجات المفهومه بشرحها لو في اي حد سالني في اي وقت على الجروب لان انا فاهم.
الحاجات المحفوظه بس هي اللي بضطر ارجعها، فبالتالي بقلل الحاجات اللي برجعها كل مره انا بخش بجيب بس الحاجات اللي بتتحفظ. خلاص لو انا ما كنتش عامل كده كنت هضطر قبل ما اخش كل مره ان انا اقعد اراجع كل الكلام احفظه من الاول تاني. تمام؟ يبقى احنا هنعمل ايه؟ وده النقطه المهمه يا اولاد في التميز. انا ليه قلت لكم ان الموديول ده يختلف عن الموديول اللي فات نوعيا وكميا؟ هو كميه اكتر والنوعيه مختلفه. نوعيه مختلفه ليه؟ لان النوعيه بتاعتي كلها فهم. لو انا اعتمدت على فهمي هقدر اصغر الحاجات اللي هتتحفظ فاعرف اخش الامتحان. لو ما اعتمدتش عليها وما فهمتش القصه على بعضها هيبقى الموضوع كبير قوي وصعب جدا في المذاكره. خلاص؟ طيب في المرحله اللي احنا فيها قبل اجازه نص السنه هل احنا عارفين نلم كل الدنيا؟ لا. فطبيعي جدا احس ان انا بتلخبط. خلاص؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يوم الثلاث بقى الجاي او الاربع اللي جاي ان شاء الله طالما نازلين يعني هقول لكم هنعمل ايه في نص السنه بالظبط. تمام؟ فكل واحد ياجل ايه الموضوع ده. طيب بالنسبه للناس اللي جت متاخره ان شاء الله انا هحكي لكم القصه من الاول. امبارح كنت قاعد بعد امبارح الغدا فكنت فاتحين التلفزيون قدامي فلقيت على شريط الاخبار كده الاوساط تقول ان غدا في رياح وعواصف وامطار وننصح المواطنين بالجلوس في البيت. فقعدت افكر من ساعتها وانا جاي في العربيه لحد دلوقتي هنعمل بكره مش هنعمل هنعمل بكره مش هنعمل هنعمل بكره مش هنعمل قلت خلاص لا ما نعملش. خلاص؟ بس لو حد محتاج اي سؤال انا كده ولا كده موجود من بدري في الكليه. خلاص؟ هبقى في الاسم بقى مش مضارع تاني. خلاص؟ فان شاء الله باذن الله لو حد محتاج اي سؤال حد عايز اي حد يتشرح انا موجود في الاسم الساعه او من الساعه 7 هتلاقوني قاعد في العربيه ومن 8 هتلاقوني قاعد في الاسم. خلاص؟ اللي عايز يجي في العربيه ماشي هتجي في الاسم ماشي. تمام؟ تمام كده؟ ها؟ هنشرح الايكو سانويتس؟ ايكو سانويتس؟ طيب مش ما بقاش على الكترونيكس معلش معلش بالظبط 5 دقايق عشان بس ابقى خلصت الحته دي. دكتور اصل احنا عندنا سيكشن دلوقتي عندكم سيكشن دلوقتي؟ طب خلاص معلش خليها بره عندهم بس هي حته صغيره مش هبلها. تمام شكرا جزيلا طولت عليكم معلش. السلام عليكم.